احلى واجمل تحيه صباحيه كنتمناوها لكل المستمعات لاله مولاتي من داخل وخارج المغرب. كنتمنى انكم تكونوا على خير ومستفدين من خلال فقرتنا المتنوعه في برنامج المراه بامتياز لاله مولاتي. اليوم من خلال فقرتنا غادي نبداوها كالعاده بشيوات لاله مولاتي. مشاركه معنا اليوم اختصاصيه في فن الحلويات خديجه سكراوي من مكناس اللي موجده لنا حلويات اللي هما ساهلين ومميزين في نفس الوقت. كذلك غادي نتعرفوا على شكون الفائزات المحظوظات معنا اليوم في المسابقه اليوميه واللي كيمنحوكم الفوز كل شهر بهدايا من ذهب. وكنتمنوا حظ سعيد لجميع مستمعات لاله مولاتي. كذلك غادي نقترح لكم واحد شوربه خفيفه بالدقيق ديال الذره واللي هي مناسبه لهذا الفصل. هذه الشوربه من اقتراح المستمعه خديجه ام هدايه من قرسيف اللي كنشكرها بزاف على هذه الشوربه. واكيد في موعد ثابت فكتحضر معنا الدكتوره صابرين شتيوي طبيبه متخصصه في علاج امراض السكري اخصائيه في التغذيه والحميه الصحيه. موضوعنا اليوم غادي يكون حول التغذيه عند مريض الروماتيزم والتهاب المفاصل. غادي نعرفوا معلومات كثير على هذا المرض ديال الروماتيزم، شنو هي الاغذيه المفيده والمناسبه لمرضى الروماتيزم، كذلك شنو هي الاغذيه الغير مسموح بها واللي ممنوعه، وكذلك المشاكل ديال التهاب المفاصل والروماتيزم. الى عندكم اي تساؤلات فيما كيتعلق بموضوعنا ولا تساؤلات مفتوحه تواصلوا معنا ومع الدكتوره مشكوره تجاوب على كل تساؤلاتكم ابتداء من 11 ل 12 على 05 22 88 00 60 61 62. لحظه غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي وغادي نرجعوا لاولى فقرتنا شهيوات لاله مولاتي. ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال برنامج لاله مولاتي، وغادي نمشيو مباشره عند اختصاصيه في الحلويات خديجه سكراوي من مكناس وغادي نتعرفوا على الحلويات اللي غادي توجد لنا اليوم. صباح الخير لخديجه. صباح النور لاله سناء. لاباس عليك، صبحتي؟ لاباس عليك. بارك الله فيك مرحبا. بارك الله فيك لاله اختك، ترحب بك شنا حبيبه لاله. الله يبارك فيك حنا وانتم، مرحبا بك. كي دوزتي مع صحه؟ كلشي على خير الحمد لله. بارك الله فيك. مرحبا بالمشاركه ديالك وتبارك الله عليك لاله خديجه وعلى الاقتراحات اللي بعثتي لنا بهم، الله يعطيك الصحه. الحمد لله، نتمنى نكونوا في المستوى ان شاء الله. اكيد واكثر الحمد لله، مرحبا. انا فرحانه المره الثانيه ان شاء الله معاكم. ايه تفضلي. بارك الله فيك. كنسلم على لاله سميحه بدينا. هي مرحبا بسلامك. قبلتني شكرا ليها بزاف وشكرا لميد راديو كاملين من الاول حتى الاخر. وحنا فرحانين ان شاء الله دائما كنسلمتو لكم كتمنوا بزاف. شكرا. بارك الله فيك يا حبيبه. لاله اختك مرحبا. نبداو على بركه الله باش نربحوا الوقت ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. عندنا صابلي بالفويتين. عندنا فيها ربع ديال الزبده، 120 غرام ديال السكر كاسونات. عندنا 140 120 غرام ديال البراليني و100 غرام ديال الفويتين. وعندنا الدقيق من 300 حتى 350 غرام. واخا عندنا البراليني اللي ما عمرها درتو، كاين عندنا 100 غرام ديال لوز بشورو كيتحمر وكيتطحن مزيان مع 100 غرام ديال سنينه ومعاه معلقه ديال الزيت حتى كيولي يعني كيولي عجينه. كناخذو منه 120 غرام كنزيدوها في الصابلي. اييه مفهوم. صافي كنخلطو الصابلي خلاص وكنديروه في بلاستيكه وكنخليوه يرتاح. كنمشيو كنوجدو القماش ديالنا اللي فيه 150 غرام ديال الشوكولا غيش بالحليب و 135 غرام ديال التريمولين. السيده اللي ما لقاتش التريمولين ولا المحلات عندها بعاد تعوضو بالعسل، يكون من النوع الجيد ان شاء الله. واخا عندنا 100 غرام ديال الكريمه ديال الطبخ و 35 غرام ديال الزبده. كنخلطو خلاص لا كريم ديال الطبخ مع العسل ولا تريمولين والشكلاط على النار صافي حتى كيذوب لنا كلشي وكنخليوه جانبا خلاص يبرد شويه. على ما كيوجد لنا الصابلين كنطلقوه ان شاء الله بين جوج البلاستيكات وكنطبعوه بمرشم اوفال. ايه واضح صافي. ملي كيطيب كنلاقيو جويجات بهذا القماش ومن الفوق كنخططوه بالشكلاط اسود، كنديرو خطوط بالشكلاط اسود وصافي. اييه باش كيعطي داك المنظر، الله يعطيك الصحه. هو كيجي هذا غزال لان فيه داك الفويتين مع القاليني كيجي كروسيون كيجي زوين. اييه واخا نمشيو على بركه الله. الصابليات اللي صيفطت لك على حساب ان شاء الله العيد المولد النبوي. اييه ان شاء الله. كيبغيو السيدات شكيلات هكايا خفاف وساهلين. واخا عندنا صابلي بثلاثه ديال النكهات، كناخذوا رابعه ديال الزبده مع قلصه ديال الملح وجوج اصفر ديال البيض. ايه وبيضه كامله. وبيضه الثالثه كامله. عندنا جوج كيسان ديال السكر كلاصي مغربلين. عندنا دقيق على حسب الخليط اللي غادي يجمع لنا. واخا فاش كنخلطوا الصابلي كامل كنقسموه على ثلاثه ديال الحصات.
وخلنا سنه ناخذوا الحصه الاولى كنزيدوا فيها النكهه ديال الفاني زوج ديال الشاصيات والنكهه، والحصه الثانيه كنديروا فيها جوج ديال الفنون عادي ديال درهم، والحصه الثالثه كنديروا فيها جوج معالق ديال لاكريم باتيسري. واخا ايه كناخذوا الاول اللي من السما عندنا بالفاني كيتطلق بين جوج البلاستيكات وكيتطبع مرشم اوفال، وحده مسدوده والاخرى فيها الثقبه. ايه واخا ما كيطيب وكيخرج لنا كناخذوا الحبات اللي مثقوبين كنغربلو فوق منهم السكر كلاصي. واخا ايه واخا، والاخرى اللي سميتو مسدوده كنديروا في الوسط ديالها خليط من معلقه ديال النطاج ومعلقه ديال الجلوكوز ومعلقه ديال الفرومبواز، كنخلطوهم وكنبداو نعمرو داك اللي مسدوده ناباج ناباج والجلوكوز ولاغوم ديال الفرومبواز. واخا ايه باش يعطينا اللون والمذاق. ايه ايه هنا غادي نعطيك نتاع تشكيل اخر. المهم ملي كنخلطو هادو كنبداو نعمرو هذيك اللي مسدوده في الوسط واحد شويه دجنب باش تلصق لنا الفوقانيه. ما كنسرحوش بزاف باش كتجينا لا فينيسيون زوينه. واخا واخا ايه صافي، وكنحطو عليها عاد عزيميه ديك الحبه اللي مثقوبه راه معمره بالسكر كلاصي من الفوق. صافي باش كيبقى لنا داك الخليط الوسط لامع، ماشي كنلاقيهم عاد كنغربلو السكر. انا عطيتك المراحل من الاول. واخا، وايضا عاوتاني كيبقى لنا عاوتاني كنحطو داك الصابلي على النص، الاول كنديرو فيه لا فرومبواز والثاني عاوتاني كنديرو له ناباج والجلوكوز والفرومبواز ديال البيستاج، هذا لاغوم ديال البيستاج. اييه باش يعطينا اللون الخضر. باش كتجينا حبه حمراء وحبه خضراء. صافي واخا، كنمشيو للحصه الثانيه اللي عندنا من السما بالفلون. كناخذوا كاوكاو الحمر العادي كنحمروه وكنهرمشوه رقيق، وكناخذوا كرات من العجينه صغيورين وكندوزوهم في الابيض البيض ثم في هذا الكاوكاو، في الكاوكاو اللي محمر ومطحون. اييه فهم، وكنعمروا وكنعملوا في وسط منها حصيره وكندخلوها للفران كطيب. ملي كتكون كطيب على سنة كتبدا تنفخ كتبدا تعمرنا ديك الثقب، ما كتبقاش مثقوبه. مره مره كنحلو وكنعاودو نحفرو الوسط. ايه واخا فهمتي. صافي باش ملي كتخرج لنا كنبغيو ديك الثقيبه كنعمروها بنيسلي كراميل او اللي ما عندهاش عاود تعوضو بالكوفيتور. واخا وكنحطو فوق منها حبه ديال النوازيت. واخا فهمتي. واخا لنا الحصه الاخرى اللي فيها لاكريم باتيسري هذيك كنطبعوها بمرشم دائري وكناخذوا الشكلاط الابيض كنعمروه في ذاك المونتيف ترونسبارون اللي دائريين وفيهم الشكلاط، كنعمروه باش ملي كيجبدنا كنجبدوه كندهنوا الصابلي بنيسلي كراميل وكنحطوا ذاك الدائره ديال الشكلاط فوق الدائره ديال الصابلي. اييه فهمنا مثلا، وذاك الوسط خلاص كيتعمر بنيسلي كراميل وكل فيه ذوك حبيبات الشكلاط راه كاينين بيض وكحل وباش. اييه معروفين متوفرين. اييه راه معروفين هذوك راه متوفرين. صافي لان هاد الصبيات عجبو المستفيدات ديالي بالمركب ديال سيدي بابا وقلت نقترحهم معاهم. تبارك الله عليك مزيان. اييه يعني كيخرج بلاطو زوين مشكل. اييه واخا اوكي صافي. نمشيو حبيبه دابا اييه الغريبه ديال الذره. واخا مزيان الغريبه الذره يعني طلبوها مني الناس في الفيسبوك في لاباج ديالي لاله خديجه مكتوبه بالفرنسي. انا قلت لهم غادي نعطيها لاله سناء ويسمعها الكل. يعطيك الخير بارك الله فيك. بارك الله. عندنا حبيبه فيها اربعه ديال البيضات، عندنا قبصه ديال الملح، عندنا جوج كيسان ديال سنيده، وعندنا جوج كيسان ديال الزيت، جوج ديال الفاني. ياك ما كنجرب لاله سناء واخا نعاودوا هذه الحلوه ديال الدره نعاودوها نكملها ونعاودها. واخا فيها جوج ديال الفاني قلنا، وفيها اربعه ديال الخمارات واربعه ديال كيسان ديال الفرن وأربعة كيسان ديال الدقيق ديال الذرة. إيه؟ كتخلط وكتكور وكتمرر في السميدة رقيقة. أنا نعاودها معاك. عندنا فيها أربعة ديال البيضات، قبصة ديال الملح، جوج كيسان ديال سنيدة، جوج كيسان الزيت، جوج ليفاني، وأربعة الخمارات، وأربعة الكيسان الفرن، وأربعة كيسان ديال الدقيق الذرة. إيه؟ كتخلط وكتمرر في السميده رقيقه، ممكن ديك السميده رقيقه نخلطو معها حتى الكوك شويه الكوك غير مذاق الكوك. كنخلطو ديك السميده مع شويه ديال الكوك وكتمرر فيه صافي، وكطيب الطياب ديال الغريبه. اييه نار على وجهها حتى كتشقق وعاوتاني كندوزها نشعلو عليها من تحت. هادو بصراحه كلهم تبارك الله حلويات يعني كيجيو مميزين في الشكل ديالهم. الله يعطيك الصحه. لا كتجي غزاله وتبارك الله، هادي ديال الدرا يعني زوينه كاع بزاف وصحيه. اييه مزيان. واخا حبيبه نمشيو نعطيك الشكل ديال اللوز. اييه تفضلي. اللي
فيه لاباط غلوكوز واخا عندنا لاباط غلوكوز باش كنخدموها عندنا نص كيلو ديال الشوكولاته بيض عندنا 4 ديال المعالق ديال الغلوكوز عندنا 4 ديال الاوراق الجيلاتين والسكر كلاصي طريقه كنفزقوا دوك الاوراق ديال الجيلاتين في الماء بارد وكندوزو ناخذوا الشوكولات والغلوكوز كنحطوهم على حمام ريم حتى كيذوب لنا داك الشوكولات مع الغلوكوز السيده واخا تشوف راه كيولي معلك ماشي كيعطينا السيوله ديال الشوكولات لان مع الغلوكوز كيولي شويه قاصح ما تخافش منه كتخلطو حتى كيذوب مزيان كنزيدو عليه دوك 4 ديال الاوراق ديال الجيلاتين كنعصروهم مزيان من الماء وكنزيدوهم واخا شي كل راه هي باقا فوق النار كنبداو نزيدو عليها السكر كلاصي شويه بشويه ملي كنبداو نشوفوها بدات كتجمع كنفرن كنرشو هذه الرخامه بالسكر كلاصي وكنخويو الكاسرونه فوق منها كنخويو داك الخليط فوق الرخامه وكنبداو نخدموه وحنا كنزيدو لها السكر كلاصي اييه كتجمع كتولي لنا عجينه غير يا سيده ما تقصحهاش بزاف لانها ما حدها سخونه كتكون رطبه الا بردات كتولي تقصح الا هي قصحتها من الاول تخليها شويه مرخوفه لان ملي كتبرد كتجمع راسها بوحديتها واخا مفهوم واخا كنخليوها هي جانبا كناخذوا العقده ديال اللوز كنزيدوا لها شويه ديال لاغون ديال الفرومبواز باش كتعطينا اللون وكنديروه حربول هذاك العقده ديال اللوز كنديروها حربول طويل رقيق وكنطلقوا لاباط غلوكوز هكا طويله مفهوم اييه نحط وكنحطوا داك الحربول في الوسط وكنلوي عليها لاباط غلوكوز اييه كنلويو هذيك غير لويه وحده خلاص حتى كتسدنا من الجنب وكنقطع اللي بقى بالموس وكنبدا نحربلو فيه مزيان حتى كيتفينا واخا وكنقطعو طريفات على قد هكا النص ديال الصبيع غير طريفات صغار واخا هو كيف ما راهي واضحه في الصوره وكناخذ عاود شويه ديال لاباط غلوكوز كنلونها حتى هي بلاغون ديال الفرومبواز كتعطينا الغوز وكنرشمها بداك المرشم ديال الرسول داك الوريضات الصغيورين اييه واخا وكنحط فوق منها ثلاثه او جوج الوريضات من فوق الحبات اييه صافي كيجي شكيله كيشتيها بيضه كامله وكيجي دوك الوريضات غوزيين وكتجي الحشوه غوز اييه فعلا هذه بصراحه تليق في المناسبات يعني في ملي كيكون يعني جات وهي يعني زوينه حتى تبارك ديك لاباط ديالها كتعجب الدراري بزاف فعلا يعني جهه كتكون عندهم ديما بصح يعني ما مكلفاش بزاف بصح والنظر ديالها زوين يعني تصلح هكا في اسبوع ولا في هذه في شي مناسبه تجي يعني زوين الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك بارك الله فيك الصحه والراحه عندنا كاب كيك بالنوازيت واخا واخا عندنا فيه 4 ديال الكيسان ديال السنيده 4 ديال البيضات يا ربي اسمحي لي 4 ديال البيضات كاس ديال سنيده قبصه ديال الملح وربع كاس عنبه ديال الزيت وكاس دايب ديال الزبده و50 غرام ديال النوازيت مطحون وعندنا فيها جوج كيسان ديال الفورس و20 غرام ديال الكاكاو اييه جوج خمارات كيتخلط الكل خلاص عادي ممكن هكا سميتو بالطراب الكهربائي او اللي بغات تسيبه واخا وكنعمروهم خلاص يا اما في دوك ليمول ديال المادلين اييه نعطيهم او لا الا ما بقاتش السيده المول كنديرهم في دوك الكيسات ديال الورقيه اييه اللي كيتباعو اييه كتعمرو خلاص واحد ثلث ارباع وكتدخل الفران من حيث كطيب لسنه كنخرجوها وكنسقيوها بواحد السيرو اللي هو فيه 100 غرام ديال الماء و75 غرام ديال سنيده على النار حتى كيغليو مزيان فاش كتخرج سميتو الكاب كيك ديالنا كنسقيوهم بهذا السيرو وكنديروها عليها عاود الكناش عندنا الكناش فيه 100 غرام ديال كريم فريش ديال الطياب عندنا فيه 200 غرام ديال شوكولا غيش كيتحط لا كريم فريش على النار حتى كيسخن شويه وكنلوحو فوق منه الشوكولات كيذوب وكنغطيو به الكاب كيك ديالنا وكناخذو النوازيت النوازيت كنقسموها على النص وكنزينو بها جوج حبات يعني كيتقسمو كيعطيونا 4 ديال الطريفات كيتحط على الوجه البيض على القلب ديالها ماشي على القشره ديالها واخا الجنيبات خلاص كندردرو عاود داك الحبيبات دوك الرقيقه ديال الشوكولا كحل والبيض اييه فعلا عطاهم نظر زوين جات زوينه صافي نمشيو عندنا طرطات صغار بالجبن واخا عندنا فيهم 500 غرام ديال هادو هما اللي مالحين ياك اللي في الصوره ياك
هي هادو سميتو مثلا فيهم درتيهم فرديين اييه واخا اييه بالجبن واخا 500 غرام ديال الدقيق عندنا فيهم قصة ديال الملح يعني تزيد الملح قيطة 4 معلقة ولا هذا و 250 غرام ديال الزبدة ديال الطوراق كنبسبسو طحين مع الزبدة غير بالأصابع ديالنا فهمتي غير بالريوت الصبعان ما كتبغيش تلك ولا شي حاجة وكتجمع بكاس ديال العنب الماء واخا كنجمعوها غير هكا كتلم واخا تشوف السيدة راه باقية مفروحة هكذا كل طرف جهة كنجمعوها نجمعوها بين يدينا وكنديروها في بلاستيكة اييه ساعه كتبقاي تضغطي عليها في البلاستيك راه كتجمع راسها ملي كترتاح كتولي العجينه زوينه واخا كنحطوها كاع في الثلاجه ترتاح شويه وكنمشيو نحضروا الحشو الحشو اللي عندنا فيها علبه ديال الجبن الطاسه اللي كتعتبرها معروفه وعندنا فيه جوج ياغورت طبيعي عندنا فيها اربعه ديال البيضات وثلاثه ديال الضروس ديال الثوم محكوكين مقوقين واخا عندنا 130 غرام ديال الزيتون كيتقطع رقيق عندنا 4 معلقة ديال الملح ونص معلقة ديال البزار عندنا معلقة كبيرة ديال الموطارد كيتخلط الكل بالفوي ثم كنزيدوا له واحد جوج معالق ديال الدقيق وخمارة مغربلين واخا كنخلطوا هذا الخليط كامل وكناخذوا العجينة ديالنا وكنلبسوها في المولات الصغار ديال اللي طاحت صافي وكنعمروها خلاص بالحشوة وكندخلوها للفرن لما كتطيب وتخرج كنحكوا عليها الفرماج حمر إيه. وهي سخونه باش كيذوب لنا يذوب عليها اولا 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 كنردوها عاوتاني للفران باش يسيح عليها مزيان اييه ولا زينتيها بوريدات ديال الجبن من الفوق ياك ولا هذاك شكل اخر لا هذاك شكل اخر شكل اخر واخا واخا يعني هذه غير درتي عليها الفرماج ودخلتيها للفران باش يذوب عليها هذه غير درنا عليها الفرماج ودخلناها هكاك واخا واخا نعطيك البانكيك اييه واخا نختمو به واخا هذا عندنا بانكيك فيه ثلاثه ديال البيضات في الخلاط الكهربائي فيه كاس اونص ديال الحليب فيه خمسه ديال المعالق ديال سنيده فيه كاس لارب ديال الزيت وفيه جوج دليل ليفاني وجوج الخمارات وربعة ديال الدقيق كنحاول ما نزربش باش واخا غادي نعاودو البانكيك اييه واخا صافي نعاود انا كما تفضلي عندنا ثلاثه ديال البيضات اييه كنديرهم في الخلاط الكهربائي مع قبيصه ديال الملح وكنبداو نخلطو كنزيدو كاس ونص ديال الحليب عندنا خمسه ديال المعالق كبار ديال السنيده عندنا كاس الارض ديال الزيت عندنا جوج الفاني وجوج خمارات وربعه ديال الدقيق اييه صافي كنخليوه واحد 10 دقائق يرتاح ملي كيتخلط يعني في الخلاط كنخليوه واحد 10 دقائق وكناخذو المقله اللي ما كتلصقش اييه وكنبداو نطيبوا فيها كنديروا هكا حتى 4 ولا 5 الحبات يعني كتشوف السيده واحد المغرفه اللي هي مقاده باش كيجيوها كلهم قياس واحد فهمتي ملي كتعمر كل وحده وكتدير راه كيجيوها قياس واحد كيجيو زوين ونين كيعجبوا الوليدات بزاف هذو الكوتي ولا المدرسه كيديروا فعلا اييه واخا ملي كيطيبوا على لسانا كناخذهم وكندهنوا لهم الوجه بالشوكولاط الاسود مزيان طبقه زوينه وكنخططوه بالشوكولاط ابيض وكنبداو نجربوا بالعويد ولا بالموس رقيق كيعطينا داك زين الرخامي بحال الميلفي واخا وفي الجنيبات كندوزو له الفويتين اييه كيتغطاو دوك الجنيبات كيجي راه كيشفي التصويره ما كيجيو مذكرون زوينين في الجنب كتعطي داك الفويتين مع مقرمش كيجي زوين اييه وكيمشي مع الشوكولات يعطيك الصحه كيجي مع الشوكولات داك الشيء يعني رائع للوليدات انا وليكم ما تحيدش شي من الدار يعني كيجي مع الدراسه ولا في الصباح زوينين بصحة وراحة نزيدك شي حاجة أخرى للأسف غير ما بقاش لنا الوقت والله ما كرهنا نبقاو يعني مواصلين بالحلويات ولكن أكيد إن شاء الله العصير إن شاء الله غادي نعطيه لكم مرة أخرى يلا واخا مرحبا غير في القراية ديال واخا هذا المشروب الغازي نديروا لي حلقة واخا نسقوا معاك لأنه طويل لأنه كيطول داك الشيء يعني ما كيتحسش لا فريكو لا والو صافي مزيان واحد الليمون إن شاء الله والحامض صافي دابا نيت وجدينا شي اقتراحات بالليمون الحامض إن شاء الله ما بين عصائر كونفيتور الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك مرحبا شكرا لك بزاف بزاف وكنبلغ تحية للمستفيدات ديالي
المركز التربوي سيدي بابا، وكنشكر الناس ديالنا كاملين باش ما يبقاش فيهم الحال كنا قالك شي ماشي ماشي مشكل. مرحبا الناس ديال مكناس كاملين، مرحبا بهم وشكرا لاله سناء وبارك الله فيكم وشكرا لميد راديو بزاف بزاف. الله يبارك فيك. اذا تحيه كبيره للاختصاصيه فن الحلويات خديجه الزكراوي من مكناس على هاد الحلويات اللي قدمت لنا باشكال مختلفه. نتمنى انكم تكونوا في الاستماع، نتمنى انكم تكونوا سجلتوهم، واللي ما سجلهمش راه يدخل مباشره ان شاء الله يعني في العشيه، ابتداء من العشيه يدخل الموقع لاله بلس بو ام ا، راه مكتوب حلقات لاله مولاتي، راه غادي يلقى الحلقه باذن الله يعني عقلو غير على التاريخ ديال اليوم بهكذا باش، وحتى في الويكاند يعني في نهايه الاسبوع ممكن انه على تاخذوا وقتكم وتمشيو يعني تدخلوا الموقع وتعاودوا تسجلوا هاد الحلويات وهاد الاقتراحات. لحظه غادي نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجعوا مباشره باش نتعرفوا على شكون الفائزات المحظوظات معنا اليوم في المسابقات اليوميه. إذن غادي نمشيو مباشرة عند المستمعة غزلان موصول من الدار البيضاء ونتعرفوا على المقادير وطريقة تحضير ديال البريوش بالكريمة. تفضلي. يلا نبدا نعطي المقادير على باش الطريقة. إيه إن شاء الله. يلا هذه العجينة نص كيلو ديال الفورص. إيه. شوية ديال الملح. إيه. ثلاثة المعالق كبار ديال الزيت. أربعة المعالق كبار سنيدة. واخا. واحد معلقه كبيره ونص ديال الخميره الفوريه، انا درت خميره الفوريه وممكن بحال بحال خميره الدار ولا واخا اييه الخميره المعجونه الفوريه. اييه واحد بيضه. واحد خماره ايديال. اييه واحد لافاني ايديال. و 80 غرام ديال الزبده. اييه والكريم باتيسيير درت 4 معالق كبار ديال السنيده. ونص ليطر ديال الحليب. ايه وجوج معالق كبار ديال غبره كريم باتيسيير ايديال. ايه دابا العجينه نرجعو للطريق. واخا ايه كنعزلو النواشف بوحدهم يعني كنخلطوهم، وكنكونو قبل درنا ديك معلقه ونص ديال الخميره الفوريه درناها في كاس ديال الحليب دافي. واخا يعني كنجيو نخلط داكشي كتبقى دغيا خمرت. ايه كتفعل دغيا. ايه صافي كنكبو على داك النواشف. كنكبو ديك البيضة. إيه. وكنجمعو بالحليب دافي. والعجينة تكون مرخوفة. إيه. و80 غرام ديال الزبدة كنخلوها هي اللخرة، تا كنجمعو العجينة باش كندخلو ديك الزبدة بالتليك. إيه يعني المقادير كاملة كنعجنوهم إلا 80 غرام ديال الزبدة رطبة. أييه. دخلوها في اللخر. واخا. هي اللخرة. هي اللي كندخلو في اللخرة كتبدا العجينة تلصق بين يدينا. إيه. منخافوش منها وكان خاصها تكون. واخا. صافي كنجمعوها كندهنو يدينا بالزيت ونجمعوها من البوطاجي ونديروها فشي باني. كنخليوها حتى تخمر مزيان تاخذ وقتها في الخميره. ايه باش كنشدو كنبغيو نقسموها كويرات كبر شويه من ديال المسمن. ايه واللي بغى يصغر يصغر فعلا. ايه على حسب. صافي وكنبداو بسبعانا كنبداو نطلعو الجناب بحال كنجيو من الوسط. وكنديرو حفيره الجناب كيطلعو الوسط كيخوى. اييه اييه فكنكملوهم كاملين. كنرجعو للكريم باتيسيير حتى هو نكونو صايبناه قبل باش يبرد فعلا. اييه صافي كل حفيره كنديرو فيها معلقه الكريم باتيسيير. قلتي لنا 4 معالق كبار السنيده مع نص لتر الحليب وجوج معالق كبار ديال الكريم باتيسيير الغبره. اه صافي. دائما كنديرو فوق العافيه ونبقاو نحركو حتى يعقد. كتحركهم قبل بعدا باش ما يتكورش فعلا. واخا داك يعقد ونخليوه تيبرد ونخدمو به. اييه كل وحده كنحطو فيها معلقه كبيره. اييه كنشدو حبيبات الشوكولات. ديال الكوكيز. اييه كنحطو ديك 4 5 كله والقدر ديالو على شقد 4 5 في الوحده. فوق داك كريم باتيسيير. واخا صافي ونخليهم يخمروا غير شويه ماشي بزاف غير شويه بان تزادو غير شويه. صافي وندهنهم بالصفر ديال البيض مع قهوه سريعه الذوبان. اييه الجناب ندهنو غير الجناب ديال العجينه. اييه صافي وندخلهم الفران يكون سخون. واخا يعني حتى كيطيبو كيتحمرو. اييه صافي وكملي كنخرجوهم كنستفوهم كما استفتهم انا وحده حدا وحده. كندير صفايه كندير فيها سكر كلاصي ولكن حتى يبردو باش السكر يبقى لنا واقف فيها. اييه باش ما يذوبش. اييه صافي وندردرو عليهم مزيان. اييه كنمشي عاوتاني كنكون ذوبت الشوكولاط في حمام مريم. درتو في واحد البلاستيكه
حفظت القنيط ديالو بواحد البرا. ايه وجلست كندير خطوط هكا فوق منها. ايه خطوط ديال الشوكولات الله يعطيك الصحه، حاجه زوين بزاف. ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال فقره لاله مولاتي المتنوعه على حدات، وغتكون حاضره معنا الدكتوره صابرين الشيوي طبيبه متخصصه في علاج امراض السكري اخصائيه في التغذيه والحميه الصحيه. اليوم غادي نتعرفوا معها على شنو هي التغذيه المفيده والمناسبه عند مريض الروماتيزم، وكذلك الاغذيه الغير مسموح بها. يمكن لكم تواصلوا معنا على 0522 88 00 61 61 62. قبل غادي نعطيكم طريقه تحضير ديال حريره او شوربه اللي هي سهله وخفيفه وصحيه بالدقيق ديال الذره. وشكرا لصاحبه هذا الاقتراح اللي بغات تقاسمه معكم اللي هي خديجه ام هدايه من قرسيف. فبالنسبه لهذه الحريره ديال الدقيق ديال الذره واللفت فمزيانه لهذا البرد مع هذا الجو. فاول حاجه يعني المقادير والطريقه مع بعضياتهم، لانه الطريقه سهله. كنقطعوا ربع يعني قزبر معدنوس مكرد رقيق، وكناخذوا صدر ديال الدجاج، كناخذوا يعني نقطعوا طريفات حتى هو صغار يعني مربعات صغار، كناخذوا اللفته وكنقطعوا طريفات صغار يعني الانواع اللي عندنا، وكنديروهم في الكوكوط. يعني في الكوكوط غادي نديروا القزبر معدنوس، صدر ديال الدجاج، اللفت مقطع لطريفات صغار بالاشكال ديالو الالوان ديالو، وغادي نديروهم في الكوكوط. غادي نديروا شويه ديال الزيت، شويه ديال الملحه، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره، وشويه ديال الكمون. لاله خديجه كتقول انه بالنسبه لهاد الشوربه نغلبوا عليها الكمون على باقي العطريه، يعني نكثروا واحد شويه مقارنه مع العطريه الاخرى. ومن بعد كنديروا الماء الكافي وكنسدوا الكوكوط وكنديروها فوق البوطه. ملي كنحسوا بهم طابوا صافي، من بعد كنحلوا الكوكوط لانه مقطعين طريفات صغار دغيا كيطيبوا. وكناخذوا كميه ديال الدقيق ديال الذره كنخلطوها بالماء الكافي بحال اللي غادي نبغيو نصايبوا الحريره العاديه. فكنزيدوا الطحين مع الماء، كنزيدوهم وكنحاولوا اننا نخلطوهم باش كيجينا شويه ثقيله باش كندوروا الحريره. فنفس الطريقه غادي ناخذوا داك الدقيق ديال الذره وغادي نخلطوه مع شويه ديال الماء بحال فان كنبغيو نديروا الحريره، وكنبقاو نخويو على هذيك الكوكوط اللي فيها اللفت شويه بشويه، وحنا كنحركوا على عافيه مهيله. وفي اخر مرحله كنزيدوا واحد المعلقه ولا يعني جوج معالق ديال الحكمه طيشه على حسب الاختيار ديالكم، وممكن اننا نزيدوا ضمات البنه كتبقى اختياريه، وكنخليوها كطيب واحد شويه ما كتاخذش الوقت بزاف، وكتجي يعني زوينه بزاف صحيه. ممكن انكم تدخلوا فيها الكرافس مقطع طريفات صغيرين مع داك الربيع ديال القزبر معدنوس، فكتجي زوينه مع طريفات ديال الدجاج مع اللفت. ممكن كذلك الى عندكم تعوضوا الدجاج باي حاجه اخرى سواء حوت ولا تخليوها كيف ما هي. وكنزيدوا داك الدقيق ديال الذره بهذا الشكل. فاللفت حاولوا انكم تختاروا اللفت البلدي، بما انه درنا الدقيق ديال الذره بقاو في كل ما هو بلدي، يعني مع اللفت البلدي نديروا الدقيق ديال الذره. نتمنى تكون وصلتكم الفكره ديال هاد الشوربه خفيفه مناسبه لهذا البرد. وبالصحه والراحه لقانا بكم مستمعينا، مازال مستمر دائما من خلال برنامج لاله مولاتي وبحضور الدكتوره صابرين الشيوي طبيبه متخصصه في علاج امراض السكري اخصائيه في التغذيه وفي الحميه الصحيه. اهلا بك دكتوره صابرين. اهلا بك سناء، اهلا بميد غاديو، وصباح الخير على المستمعين الكرام. الله يبارك فيك، شكرا لك بزاف. اليوم في موضوعنا الطبي غادي نتكلموا على الروماتيزم، وتنعرفوا على انه خاصه يعني في هذا الجو اللي تيكون بارد مع فصل الشتاء والخريف كتبان الاعراض كثار، وكاين اللي ما عمره يعني ما حس به كيمشي يدوز عليه، اولا كاين اللي كيكون اصلا يعني فيه مرض الروماتيزم يعني كيلقى صعوبه كبيره في هذا الجو اللي كيكون بارد. فقبل ما نتكلموا على يعني اكيد لانه من خلال الاختصاص ديالك غادي نتكلموا على التغذيه المناسبه وشنو هما الحويجات اللي خصهم يمتنعوا عليهم، وبزاف ديال المعلومات والنصائح والاحتياطات اللي خصهم ياخذوها. غير هو قبل نبغيو نعرفوا معك شنو هو المفهوم الطبي اولا ديال الروماتيزم. الوغ الروماتيزم هو واحد الامراض من احد الامراض المزمنه اللي كتصيب المفاصل والانسجه المحيطه والمبطنه لها. الوغ باش نقربوا للمستمعين الكرام فشنو هو المفصل. الوغ حنا عندنا بزاف ديال لي زو، بزاف ديال العظام، غير ان هذوك العظام ما يمكنش يتحركوا بوحدهم. الوغ المفصل هو لارتيكولاسيون، هو الحاجه اللي كتربط هذاك لي دو زو ولا العظام ما بعضهم. الوغ الجسم ديالنا كيحتوي على 360 مفصل، الوغ 360 مفصل. هذاك المفصل هو اللي كيعطينا الحركيه دون ان سونس، هو لو موتور اللي كيخلي لو موفمون الي بوسيبل. مناش متكون ذاك المفصل؟ متكون اولا من واحد جوج ديال العظام اللي كيتصلوا بيناتهم، كيتصلوا بيناتهم بواحد المنطقه اللي كنسميوها الغضروف. هذاك الغضروف اللي اون بلاس بواحد الروابط واحد الانسجه اللي كنسميوها لي توندون ولي ليغامون. وفي قلب من داك المفصل كاين واحد الماده لزيجه
اللي هو سائل زلالي ولا ليكيد سينوفيال اللي كيخلي دوك العظيمات ما كيتحكوش بيناتهم واللي كيخليهم كيتحركوا بواحد السلاسه بواحد الانسجام. دونك هذا هو المفصل. يعني ملي غنهضروا على المفصل سافا دير كو فيه عظام، فيه ليكيد سينوفيال لو سائل زلالي، فيه غضروف، فيه اربطه، وفيه انسجه. دونك باش الناس يتخيلوا اكثر، يعني مثلا الشخص ملي كيقول لك عندي الم في المفصل راه خصنا نفرقوا واش عندنا مشكل فين الالم بالضبط، باسكو المفصل فيه بوكو دو فيه بزاف ديال المكونات. الوغ كيتصنف على انه من امراض المناعه الذاتيه، وكيتعتبر من الامراض التدهوريه، يعني ان المضاعفات ديالها كتزاد مع السن وكتزاد مع الاجهاد البدني. شنو كنقصدوا بامراض المناعه الذاتيه؟ سورتو لو روماتيزم، باش الناس يقدروا يفرقوا بين لو روماتيزم وبين البروده. يعني كاين بزاف ديال الناس اللي كيقول لك انا عندي روماتيزم، الوغ هو ما عندوش روماتيزم، هو عنده البروده. شنو هي البروده؟ البروده هي عباره على واحد لا ديسكريبسيون، يعني وصف ديال الحاله الصحيه. يعني خصنا نيتوديو لا فيتيس دو سيديمونطاسيون، سرعه جريان الدم. يعني كاين الاشخاص اللي عندهم الدم كيجري اكثر من ناس اخرين، هذيك اللي كتسمى بالفي اس، لا في اس، لا فيتيس دو سيديمونطاسيون. الوغ بالنسبه لنا هذيك هي البروده. باغ كونتر لو روماتيزم سي اون مالادي، هي مجموعه من الاعراض. البروده هو عرض، ان سيمبتوم. باغ كونتر لو روماتيزم هو مجموعه من الاعراض، بوكو دو سيمبتوم اللي كتدخل في اطار مرض المناعه الذاتيه. سافا دير كو بان الجسم ما كيبقاش يتعرف على المفصل، وما كيبقاش يتعرف على الانسجه اللي مكونه للمفصل كوم فيزون بارتي منه، يعني كيهاجمهم. كيف ما هو تعريف المناعه الذاتيه، سافا دير كو الجسم كيصيفط اجسام مضاده اللي كتهاجم لنا هذاك الانسجه والمكونات ديال المفصل والاتاك. وبيان سور هاد الشيء على اثر اختلال جهاز المناعه اللي كيعطينا واحد المهاجمه، يعني ديك الوظيفه ديال جهاز المناعه ما كتبقاش خدامه مزيان، واوتوماتيكمون الى اتاك هاد الارتيكولاسيون ولا بلوزيغ ارتيكولاسيون، ومن ثم كيتكون مرض الروماتيزم. داكشي علاش التحاليل ديالو، فهي تحاليل بيان سور كنديرو فيها على في اس، مي اوسي تحاليل كنديرو فيها جميع مؤشرات المناعه الذاتيه، يعني لو فاكتور روماتويد، لي فاكتور انتينوكليير. يعني عندهم واحد التحاليل ديال المناعه الذاتيه خاصه باش كنثبتوا بان افيكتيفمون هو مرض ديال المناعه الذاتيه. الوغ هو كيصيب اكثر النساء كو الرجال، كيتزاد مع الاجهاد البدني، وكيتزاد اوسي مع زياده الوزن، لان كيدي سمنه دي ضغط على الاحتكاك ديال المفصل. فوالا، الوغ المريض كيحس بواحد الالم كتصيب المفاصل ديالو صباحا، وهذا الالم كيستمر توت لا جورني. يعني ملي كيكون هو ناعس ما كيحسش بالالم، سي دي دولور ميكانيك، يعني حتى كيفيق وكيبدا يتحرك النهار كيبدا يحس داك الالم وداك فوالا. وكيقدر يكون هذا الالم مصحوب بتصلب في الانسجه، سافي دير كي كنسميوها اوسي دي دولور دو ديروياج. يعني الشخص عنده مشكل بان يل ديمار سا جورني، يعني كيلقى صعوبه على انه مثلا يعني الواحد يفيق صباح انه يتحرك، مثلا يعني خصو واحد لو طون دو لاتونس. مثلا خصو كيف ما كنديرو مثلا كونت اون ديمار اون فواتور، بعد ما خصنا نديمارو لا فواتور نتسناو عليها شويه تتسخن. الوغ سي لا ميم شوز، يعني كاين الاشخاص اللي من لو ماتان كيديماريو يعني خصهم يتسناو شويه على ما لي زارتيكولاسيون ديالهم يعني يل سامبرين دو لا تمبيراتور امبيونت، عباش ديك الساعه يقدروا يبداو يتحركوا. الوغ بالنسبه للاعراض ديال الروماتيزم، كاين الناس اللي كيعانيو من التهاب المفاصل، يعني هو عباره عن الم، عباره عن تورم، بعض المرات كتولي لارتيكولاسيون روجاتر، يعني كتولي انفلامي، يعني ملتهبه وحمراء، سورتو مفاصل ديال الركبه وديال الكاحل. الوغ كتاثر اوسي مفاصل القدم والفخذ، ولكن بنسبه اقل. بعض المرات هذه الالتهابات كتظهر في الطرفين العلويين، سورتو مفصل الكتف، يعني لي طوندوني ديبول دابا ولاو بكثره، والشخص كيحس بواحد الانستيزي، يعني ما كيبقاش قادر يحس بهذيك المنطقه، يعني بحال بحال كنقولوا بالمغربيه كتموت عليه. بعد المرات عندنا التيبس، يعني كيف ما قلت لك قبيله ما كيقدرش يديماغي لا جورني ديالو، دونك كيحس بالارتيكولاسيون بحال ما كتحركش، وهذا التيبس يقدر يستمر عده ساعات. بعد ما قالت عندنا بروز واحد العلامات ثابته تحت الانسجه، يعني مثلا ها لارتيكولاسيون كاينه، بعد مرات مثلا في لو بواني الشخص كيحس بان داك العظيم ديال البواني بدا كيخرج من بلاصتو من بلاصتو، وكيبان تحت الجلد. كاين بعد ما قالت تعب، كاين حمى، كاين فقدان في الوزن، ومع الوقت عندنا تشوه في مكان المفصل، يعني هذاك الالتهابات المتكرره والتورم وارتفاع الحراره
كي دار تشوه في المفصل سافادير كو كنحسوا بالارتيكولاسيون اللي بدات كتعواج. لو سمحتي دكتوره بالنسبه يعني لموضوعنا اليوم حنا كنتكلموا على الروماتيزم كيف ما ذكرت كاين اعراض كثيره يعني ربما هذاك التشابه ديالهم هو اللي كيخلي الشخص يعني العادي انه اكيد انه التشخيص كيكون يعني طبيا كيخلي الشخص العادي انه ما يعرفش يعني كيشخص غير الحاله من داكشي اللي كيحس به. تكلمتي على الروماتيزم تكلمتي على البروده على التهاب المفاصل فلانه بزاف ديال الاشخاص ما تيفرقوش ما بيناتهم فشنو هما العرض اللي كتشوفي على انه مجرد ما يحس به من الاحسن انه يدير استشاره طبيه باش الواحد يعرف واش بروده واش التهاب في المفاصل بالنسبه لي واش الروماتيزم. الوغ بالنسبه لي سواء بروده سواء التهاب سواء روماتيزم خاص تشخيص طبي عند ان روماتولوج عند اخصائي في العظام المفاصل في المفاصل باسكو جوستومون الناس كيمشيو عند اخصائي العظام لو تروماتولوج كاين اللي كيجمعهم كاين اللي كيجمع التخصصات بجوج الوغ خاصنا ما نمشيوش عند اخصائي العظام خاصنا نمشيو عند اخصائي المفاصل لو روماتولوج الوغ الا الشخص كان كيحس بالحريق في العظم خصو يمشي عند تروماتولوج ولكن الا كان كيحس مشكل في المفصل كيف ما قلت لارتيكولاسيون الحركيه صعيب كنظن انه واحد يشخص وي افيكتيفمون سي ديفيسيل سي بور سا كتلقاي لا بلوبار ديال الناس اللي عندهم هاد المشاكل كتلقاهم شافوا لي دو ميديسان يعني مشاو عند تروماتوم بعد تروماتو صيفطهم للروماتولوج مي ان جينيرال التشخيص كيفاش كيكون كيكون عن طريق اشعه سينيه يعني اون ايكوغرافي يعني مثلا ديال المفصل كيشوف الميديسان واش هذاك المفصل فيه اون توندينيت يعني مثلا واش داك الاربطه بداو كيتمزقوا واش عندنا مشكل في داك الغضروف يعني كيف ما كنقولوا بالمغربيه داك القروش اللي قابط المفصل طرا فيه شي مشكل ولا ديك الماده اللزجه ولا ليكوغرافي افيكتيفمون ولا ليكوغرافي وسي كتبين لنا بان داك اللي كيتسينو بيا ديك الماده اللزجه واش نقصات ولا كريمون مشات ما بقاتش بزاف دونك كدير واحد الاحتكاك ملي كتنقص اولا كتمشي كتعطي داك الاحتكاك ديال العظام افيكتيفمون افيكتيفمون باسكو هي سان لوبريفيون ان لوبريفيون اللي كترطب كترطب ديك تماما هي ماده مرطبه ديال لارتيكولاسيون باش ما يطراش الاحتكاك داكوغ من العلامات اوسي الناس اللي خصهم يردوا لها البال يعني ابار الالتهاب والتورم والحمى كاين اوسي بعض المرات الشخص ملي كيبدا يدير لي موفمون كيحس بليزارتيكولاسيون ديالو كيطرطخو سي با نورمال يعني بزاف الناس يبونس كو سي نورمال اور سي با نورمال ان الواحد يحس بالركبه ديالو بدات كترطق ولا البواني ديالو ولا لو كود سا فو دير كو اون كومونس ا افوار ان بروبليم او نيفو دو ديك لارتيكولاسيون يعني يفو بارتير كونسولتي يفو بارتير فور لو ميديسان سبيسياليست و لو ميديسان بيان سور كيدير لك ليكوغرافي ديال المفصل اللي كتشكي منه ولي راديو و بيان سور كيف ما قلت تحاليل يعني باش نفرقوا واش بروده سامبل ولا واش مشكل مناعه ذاتيه يعني كاين تحاليل ديال لي فاكتور ديال ليمونيتي اللي كيبينوا لنا افيكتيفمون اش من تيب دو مالادي روماتيزم لان تبارك الله في الروماتولوجي الامراض فهي كثيره يعني كلمه روماتيزم فهي غير مقدمه بوكو دو افكتيفمون بوكو دو فوالا بوكو دو مالادي ديال المناعه الذاتيه بوكو دو مالادي اللي كل وحده ودواها كل وحده لا بريز ان شارج ديالها خاصه وانه بزاف ديال يعني من خلال البرامجنا يعني بزاف ديال السيدات مثلا ولا الاشخاص كيتواصلوا معنا على اساس كاين اللي كيسخنوا عليه الاطراف ديالو كاين اللي كيبردوا كاين اللي كيبردوا عليه الاطراف ديالو وحتى انه مثلا كاين اللي كيقنط مثلا كيمشي عند طبيب كيدير استشاره طبيه واحد الوقيته ما تيعرفش كيف ما قلتي كاين تخصص ديال العظام بوحدهم تخصص المفاصل فكاين اللي ملي كتقنط من العلاج كتحاول على انه مثلا فيها البروده مثلا كتحس المفاصل ديالها ولا العظم ديالها يعني فيه البروده كدير مثلا واحد البومادا اللي كتسخن والعكس كذلك افكتيفمون الوغ هادو كيتخادو دون استشاره طبيه يعني كيكون فيهم الفليو مثلا اولا سكينجبير مثلا كيقول وي الوغ هادوك بالنسبه لي انا هادوك لي بوماد هما غير مضرين يعني سي با ان بروبليم تقدر تاخذهم بدون استشاره طبيه ولان علاش لان هذيك عباره على ماجوريتي دو طون سي فيهم الفلور وفيهم زيت المونتول فيهم زيت الكافور الوغ سكي في كو هادوك زيوت عطريه غير كتفتح المسام وكتدخل باش تبرد عليها كتبدل الحريق يا با دو سوسي انا بالنسبه لي فين كاين المشكل هو ما ناخذوش مسكنات الالم ودي زونتي انفلاماتوار ودي كورتيكويد بدون استشاره طبيه هذا هو لامبورطون علاش باسكو ملي غنوصلوا للجزء ديال لو تريتمون غندوي بتفصيل على لي كورتيكويد ولي زيفي سكوندير ديالهم نهضروا على المضاعفات فوالا الوغ كاين اوسي الروماتيزم اللي كيبان على شكل التهاب فقري سافو دير كوا سافو دير كو الفقرات اللي كاينين في لاكولون فيرتيبرال الشخص كيبداو يحرقوه وكيعطيوه واحد الحريق اللي كي سيتون يعني اللي كينطلق من داك الفقرات ديال العمود الفقري وكيمشي اترافير لاكويس
واتخافيغ الرجل. كاين اوسي انتشار الالم لباقي الاعضاء، يعني كاين بعض الاشخاص اللي ما كيعانيوش من الم في مفصل واحد ولكن كيعانيو من الالم في جوج المفاصل، في ثلاثه ولا في جميع المفاصل. دغنييرمون كاين واحد المرض اللي بدا كيتعرف في المغرب، هو سيت اون مالادي اللي معروفه عالميا مي في المغرب يلاه بداو الناس يسمعوا بها شويه، هي لا فيبروميالجي. لا فيبروميالجي هو حريق عام في جميع العظام في جميع المفاصل، والشخص كيجي عند استشاره طبيه وكنديروا له جميع انواع التحاليل ولي راديو وميم لي سكانير كنديرهم، اون فان كونت كنلقاو بان الشخص سليم 100%، يعني بان ما عندوش مشكل عضوي. لقاو بان لا فيبروميالجي هو مرض اون ميم طو مرض عظام ومرض مفاصل، ولكن السبب ديالو هو نفسي. دونك داكشي علاش انا كنانسيستي على استشاره الطبيب باش نعرفوا واش ايفيكتيفمون كاين مشكل في المفصل، واش ايفيكتيفمون كاين مشكل في الفقرات ديال العمود الفقري، ولا تو سامبلومون الشخص كيحس بالحريق باختو باسكو عنده مشكل نفسي اللي ولا من بعد عضوي. يعني الشخص مثلا اللي دار جميع التحاليل على الروماتيزم والحمد لله ما لقى عنده حتى شي حاجه، من الاحسن انه يدير عاود استشاره طبيه عند طبيب ديال الاعصاب. وي فكتمان كاين لا فيبروميالجي اللي هضرتي عليها. واخا بالنسبه للعلاج باش ندوزوا للمضاعفات، لانه هذا الروماتيزم نبغيو نعرفوا شنو هو المضاعفات ديالو، شنو هو الامراض فيما بعد اللي كيقدر يسبب هذا الروماتيزم الا ما تعالج. الوغ المضاعفات ديالو اولا كيزيد من خطر هشاشه العظام، حيت علاش؟ باسكو كيضعف دوك الكثافه ديال العظام، واحد لي سيلول سميتهم لي زوستيوبلاست اللي كيكونوا لنا دوك العظام، فهو كيجعلهم بلو فراجيل، دونك كيدير لنا واحد المشكل للهشاشه ديال العظام. دوزيامو متلازمه النفق الرزغي، الوغ باش نفسر اكثر، سي لو سيندروم دو كانال كاربيان. كاين بعض المرات النساء اللي الاعصاب ديال الاطراف ديال الصبيعات ديالها كيموتوا عليها، صافي ديالك ما كتبقاش حاسه بالصبيعات ديالها. علاش؟ لان هناك اون كومبريسيون ديال لونير، عندنا ثلاثه ديال لونير اللي كيدوزوا من اليد، كاين لونير ميديون، كاين لونير راديال، وكاين لونير كوبيتال. بعض المرات ملي كيتصاب المفصل ديال البواني ولا المفصل ديال لوكود، فهو كيخنق ليا دوك الاعصاب اللي دايزين الصباع، والشخص ما كيبقاش يحس بالصباع ديالو. دونك كنسميوها هنا متلازمه النفق الرزغي، سي لو كانال كاربيان. إذا وصل لهاد الدرجه في الشخص محتاج بان يدير عمليه جراحيه باش يعاود يسرح دوك لي نير. الوغ بعض المرات روماتيزم كيزيد من خطر تصلب وانسداد الشرايين، دونك كيدير لنا مشاكل في القلب. اوتر شوز كيزيد من خطر التهاب امراض الرئه، يعني دوك الانسجه الرئويه كيؤدي الى ضيق في التنفس فيها، فكيدير لنا امراض ديال الرئه. دونك هذا لو روماتيزم عنده اون ميم طون ان افي سور العظام، سور المفاصل، سور لي نير، سور القلب، الشرايين والرئه. والرئه فوالا. اذا مستمعنا اكيد مازالين مواصلين حول موضوعنا اليوم اللي هو الروماتيزم، غادي نعرفوا معلومات كثيره وغادي نرجعوا بالنسبه للتغذيه المناسبه والتغذيه الغير مسموح بها وشنو هما الاحتياطات اللي خاصنا ناخذوا بالنسبه لمرضى الروماتيزم. فغادي نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجعوا مباشره نكملوا موضوعنا حول الروماتيزم، واكيد مع استقبال مكالماتكم الهاتفيه دائما على 0522 88 006 61 62. ورجعنا لكم مستمعينا دائما رفقة الدكتورة صابرين الشتيوي، طبيبة متخصصة في علاج أمراض السكري، أخصائية في التغذية والحمية الصحية. اليوم كنتكلموا على الروماتيزم، غادي ناخذوا بعض المكالمات الهاتفية وبعد نرجعوا لموضوعنا بخصوص التغذية. معنا فاطمة من وزان. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صباحك اللسان، لاباس عليك؟ الله يبارك فيك، الحمد لله، مرحبا. كيدايرة الدكتورة لاباس عليها؟ الحمد لله. انا عندي واحد ثلاثه الاسئله، الله يجازيك بالخير. تفضلي. انا يا امي مريضه بركابي، كيحرقوها ركابيها من العظم من الداخل، كيبقاو يزرقوها، هادشي ديال ما هي ما دوزتش ولكن ما كت في الليل كيبقاو يزرقوها ركابيها، ما كتبقاش تلقى تزيد في بحال المشي ولا تمشي الطريق طويله كيبقاو رجليها يحرقوها. وي وما كيبقى الالم كيضرها بزاف، حتى القدمين حتى لتحت كيبقى يضرها بزاف ركبيها. داكور. كتعاني منهم بزاف وبغيت نشوف شي تغذيه، الله يجازيك بالخير. داكور. واخا حنا نتكلموا عليها ان شاء الله، غير سمعينا. السؤال الثاني خويا ثاني الظهر ديالو كيبقى يحرقو في هذا الوقت البرد. وي. كيعطيه الصداع بزاف، الظهر ديالو العمود الفقري كيبقى يعطيه الصداع حتى القدمين ديال رجله. ولكن هو ما هو ثاني ما مريض، ما ولا ما عندوش زعما شي مرض هكا مزمن ولا شي حاجه. واش عنده الوزن زائد؟ شويه ماشي بزاف. داكو. شويه ماشي بزاف.
وانا السؤال الثالث، انا مريضه عندي العمود الفقري، انا مريض ما كنقدرش نتمشى مزيان. وعند الرجل العسري كنحس بحال لي شي شوكه كتدقني فيه من القدم لتحت. ليبين وي داكور، كيضرني بزاف. الله يجازيك بخير الا كان شي تغذيه. واخا فاطمه غير سمعينا والدكتوره غادي تجاوبك. الا سمحتي وانت كتجاوبي على فاطمه من وزان بالنسبه لهاد الحالات بثلاثه، واش كاين مثلا شي جانب وراثي بالنسبه لمرض الروماتيزم ولا ما كاينش؟ افكتيفمون الوغ من بين الاسباب ديال الروماتيزم كاين التاثير الجيني، يعني كاين بعض المرات كنلقاو اسر كاين واحد الوراثه الجينيه يعني كتنحدر من الاباء الوليدات. كيف ما قلنا في الروماتيزم مشكل مناعه ذاتيه، يعني مشكل جهاز المناعه، وحنا كنعرفوا بان جهاز المناعه فيه موروثات جينيه، دونك اوتوماتيكمون كاين واحد النوع من الوراثه في الامراض ديال وي. كاين اوسي العدوى والالتهابات، يعني مثلا الشخص اللي كيجيه اللي كيمرض في الصغر بزاف بالتهابات بفيروسات اللي كياخذ بزاف ديال الانتيبيوتيك فهو كيضعف جهاز المناعه، دونك اوتوماتيكمون ملي كيكبر اي مشكل ديال المناعه الذاتيه سواء روماتيزم ولا ماشي روماتيزم فهو كيكون اكثر عرضه للاصابه. كاين كيف ما قلت كاين العمر، يعني فوق 40 سنه ولا 45 سنه فهو اكثر عرضه. كاين الجنس، النساء اكثر اصابه من الرجال. وكاين السمنه نظرا لذاك الضغط ولا بريسيون اللي كدير السمنه. الوغ بالنسبه لهاد السيده بالنسبه للام ديالها فحنا نعطيو وي الوغ بحكم السن فلا بلوبار ديال النساء الكبارين فهما كيحسوا بداك الحريق في الركبه، سورتو الا كانت عندها الوزن زايد في منطقه البطن ومنطقه الاوراق. دونك حنا غنحاولوا نعاونوها بواحد النظام غذائي. واخا وحنا كنجاوبوا نيت دابا المستمعين وحنا نعطيو التغذيه مثلا. الوغ اهم حاجه هي لافوكا. الوغ لافوكا من اهم الاغذيه المرممه للركبه والانسجه الغضروف. هاد لافوكا كنستخرجوا منه واحد الدواء سميتو لا بياس كليدين. الوغ انا كنقول سميتو لانه لا يعتبر دواء ولكنه يعتبر مكمل غذائي. الوغ هاد لا بياس كليدين اللي هي ماده اللي كاينه في لافوكا فهي تعيد بناء المفاصل في مده 6 اشهر، يعني واخا يكون الماده الزلاليه اختفت بمره والغضروف يعني طرا له مشكل فأوبو دو 6 موا الى داومنا على تناول هاد ماده البياس كليدين اللي مستخرجه من لافوكا فأون 6 موا يتم بناء المفصل. يعني اللي ما خداش هذا المكمل الغذائي ياخذ لافوكا مباشره يعني من الغذاء ديالو، حتى انه مثلا هذيك العظم ديالو كاين يعني بزاف الاشخاص اللي كيحكوها مثلا ولا كيبسوها مثلا. عارف خصنا نردوا البال سكو تو سكي عظم ديال لافوكا ديال المشماش ديال لي زابغيكو فيهم واحد الماده مرة، هذيك الماده مرة يستخرج منها واحد البرودوي توكسيك سميتو سيانور. دونك واش الشخص غيعرف فريمون شحال خصو يحك وياخذ منه؟ ما نقدروش نحكمه لان اثبت علميا بان النوى ديال بزاف ديال الفواكه ديك الماده المره ديالو كيستخرج منها السيانور. السيانور فهو ماده مسمومه يعني سامه ماده توكسيك. اذا دونك انا بالنسبه لي الخطر اللي كيشكلوا مثلا هاد النواه ديال الفواكه. انا بالنسبه لي نكتفي بلافوكا وانا كنشجع الناس باش يتناولوها مع الثوم والبصل، يعني نديروش الغذاء فيها الثوم والبصله. علاش؟ باسكو الثوم والبصله سو سون دي زونتي انفلاماتوار، يعني كيف ما كنداويو الام المفاصل بالادويه اونتي انفلاماتوار فهاد البصل وهاد الثوم بوحدهم فهما دواء المفاصل. الوغ كاين اوسي الباباي ولا الاناناس، هادو كيدخلوا في اطار سكون ابل لانزيموثيرابي، يعني الدواء بالانزيمات ماده البروميلين وماده لا ديجستين. حتى الاناناس والباباي كنستخرجوا منه واحد الدواء اللي كيعاود ينتج لنا داك السائل الزلالي. الا سمحتي يا دكتوره بالنسبه للاناناس كاين بعض الاشخاص اللي بمجرد مثلا تياكلوا الاناناس كيحسوا بالعظام ديالهم تيبداو نغزوهم، يعني هادوك سافيديغكو هادوك واش كلاو اكثر من القياس؟ يعني سافيديغكو عندهم اون انتوليرونس. كاين الناس اللي عندهم مشكل مع الاناناس والكيوي. كاين بزاف الناس اللي كيقول لك ملي كنتناولو كنحس باللسان ديالي بدا كيتورم ولا كنحس بالداخل ديال لابوش ديالي بدا كيتنفخ ولا كنحس بدي سونساسيون بيزار. الوغ هزاز بحال يعني في دونك انا بالنسبه لي هادو كيقدروا ما ياكلوش، ولكن الا داروه سو فورم دو جو يعني مثلا الا طحنوه مع الماء فالانتوليرونس كتنقص. الوغ كاين اوسي التين، فهو التين احسن دواء المفاصل. علاش؟ كيحتوي على 15 نوع من لي زيزوسيانين. هاد مادة إيزوسيانين هي مادة مضادة للالتهاب. داكوغ؟ ألوغ سيغتو التين الشوكي. هو الكرموس. الكرموس فوالا سيغتو التين الشوكي. يعني كنتكلموا على الكرموس الباكون ولا الشريحة. مي سيغتو الهندية. التين الشوكي. داكوغ؟
الوغ كاين مجموعه ديال التوابل اللي هي مفيده للمفاصل، كاين الكمون وكاين القرفه. بيان سور الوغ القرفه ممنوعه على الناس اللي عندهم مشكل ديال ارتفاع ضغط الدم. كاين ماده الزنجبيل اللي هي انتي انفلاماتوار، وكاين ماده الكركمين اللي هي كاينه في الكركمه الخرقوم البلدي. الوغ هاد ماده الكركمين حتى هي كاين واحد الدواء سوغ لو مارشي كيتباع اللي كيساعد باش كيبني المفاصل، حتى هو مصايب من هذا الخرقوم البلدي. هادو هاد العطريه اللي ذكرتي الكمون القرفه سكينجبير الخرقوم البلدي وي اي سون اكسيلون، سافي دير كو يوميا خصهم يكونوا داخلين في الـ الاكل ديالنا. الوغ كاين اوسي الهنديباء لي زانديف. الوغ لي زانديف هي واحد الماده اللي كتقوي الغضروف. الوغ كاين البطاطا الحلوه والبطاطا القصبيه، الوغ بجوجهم فيهم واحد الماده اللي هي لينولين. هاد ماده لينولين فهي كتساعد في ترميم المفاصل. كاين بيان سور ماده لي اوميغا 3 اللي كاينه في الاسماك، يعني السرديل والطون، اللي كاينه في زيوت الاسماك، اللي كاين في الويل دو فوا دو موغو، واللي كاينه في الزرارع تو سكي زريعه الكتان، زريعه الشيا، واللي كاينه اوسي في ماده الزنجلان. الوغ اوسي كنوصي اوسي بواحد الاكله مغربيه اللي الناس كلهم كيعرفوها، فهي واحد الاكله اللي غنيه بزاف بماده الجيلاتين وغنيه بالليكيد سينوفيال، وكتساعد على اعاده تكوين ديك الماده الجيلاتينيه اللي هي الهرقمه اللي هما الكرهين. وي الوغ هاد الهرقمه خاصها تكال باش تكون بطريقه صحيه وتكون بطريقه اللي هي استشفائيه ودوائيه، تكون كتكال بالخبيز. يعني نحاولوا نطبخوها بهذوك التوابل اللي قلت، يعني القرفه والزنجبيل داكوغ، وناكلوها بلا خبز، يعني نطيبوها بزرع بواحد الطريقه اللي غتكون اكثر صحيه. بيان سور هاد الهرقمه جد مفيده، لان الناس زمان كانوا كيمداومين عليها دوك المشاكل المفاصل ما كانوش بزاف، يعني جدودنا غير بالعرف ديالهم تيقول لك راه الكرعين مزيان داك الماء يعني اللي تيكون في الرقبه. سي فغي سي فغي باسكو فيهم ديك الجيلاتين. الوغ اوسي كاين واحد لابيتود كان شحال هادي في الطبله المغربيه، سيكون الناس ملي كانوا كياكلوا اللحم كانوا كيقبطوا العظيم وكيخويو منه المخ. الوغ شنو هو داك المخ؟ هذاك المخ هو الجيلاتين، هو داك السائل الزلالي اللي ما بقاش في التركيبات واللي ما بقاش في المفاصل. سافي دير كو خص الناس ياكلوه، غير انا كنقول لهم يردوا البال ان لا كونتر انديكاسيون ديالهم هو الناس اللي عندهم لاغوت، يعني الناس اللي عندهم مشكل النقرس. النقرس فوالا ما يعني يحاولوا يتفاداوه، يعني ما فيها باس ناكلوا هاد الهرقمه مره في الاسبوع مع الزرع ومطيبه بالقرفه داكوغ، مي ناكلوها بواحد الطريقه اللي هي صحيه، يعني بلا خبز. بلا خبز لانه في الكرعين يعني الهرقمه يعني تعودنا انه كتكون فيها واحد المريقه بالحماص مثلا، كاين اللي كيدير باللوبيا على حسب المناطق، ويعني ناكلوها على اساس يعني نستافدوا منها ومن داك الشيء اللي غيكون فيها. يعني تقريبا غادي تكال بحال الطبق ديال السخينه اللي هو معروف. افكتيمون فوالا الزرع وبالقمح. افكتيمون الوغ كاين اوسي الموز، الموز غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم بالفيتامينات وبالمعادن، والموز جد مفيد هذوك المفاصل. كاين اوسي الفلفله الحمراء والفلفله الصفراء، هي غنيه بفيتامين سي ولي زونتي اوكسيدون، وهي مضاده لزاختريت يعني التهاب المفاصل. بالنسبه مثلا للمشروبات ولا الزيوت العطريه ولا المشروبات اللي ممكن الواحد انه يساعدوا خاصه هاد الروماتيزم، يعني بحال كيتزاد اولا كيبان اكثر في هذا الفصل ديال البرد. الوغ كاين عصير الجزر، هو كيحافظ على قوه ليغامون دوك الروابط ديال المفصل، وكيمنع من ترسب الاملاح. الوغ الناس اللي كيكونسوميو بزاف الملحه صوديوم، والناس اللي كيكونسوميو بزاف المشروبات الغازيه، اش كيطرى ليهم؟ كيطرى ليهم ترسب دوك الاملاح في منطقه ديال لي بي ومنطقه ديال لا شوفي، داكشي علاش داك ترقق العظام. فوالا داكشي علاش كيحسوا اوسي بان عندهم اون ريتونسيون دو، عندهم احتباس سوائل. الوغ عصير الجزر من افضل المشروبات اللي كتحيد هاد احتباس السوائل، وعصير الرمان، عصير الرمان هو منظف الاملاح المفصل صراحه، خاصه هو دابا الوقت ديالو الواحد يركز عليه قدر الامكان، يعني حتى يسالي الموسم ديالو كله فوائد. الوغ نقدروا اوسي نصايبوا واحد المشروب من زيت الزيتون، من فصوص ديال الثوم، من الغومارين هي الياسير فوالا، ومن الحلبه، لان الحلبه تعتبر ماده مرممه. الوغ كيف ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام كلوا الزيت وادهنوا به،
صافي كوا صافي دير كو هذا المشروب ناخذ منه معلقه اجان صباح وناخذ منه معلقه قبل نعسو هذا نشربوها وندهنوا بها اوسي المفصل اللي كيحرقنا دونك زيت الزيتون اللي غني بالاوميغا 3 وغني بالانتي اوكسيدان التوم اللي هو انتي انفلاماتوار والرومارين اللي هو انتي انفلاماتوار والحلبه اللي هي مرممه لهذاك السائل الزلالي بهذاك المفصل يعني كلهم عندهم فوائد مهمه بزاف كاين اوسي عصير الليمون وعصير المعدنوس هادو كيغسلوا الاملاح اللي كتصب في الاربطه ديال القدم وفي الكعب دونك عصير الليمون وعصير المعدنوس غير كان انسيستي سكو عصير الليمون كيجي عندي بزاف ديال لي باسيون كيقول لي انا ملي كنفيق الصباح حتى كنعس وانا كنشرب الماء بالحامض الوغ نو الماء بالحامض كيتشرب الصباح على الريق ولا لو سوار افون دو دورمير ماشي طول لا جورني الوقت ديالو حيت هو كيهبط لا طونسيون دونك اوتوماتيكمون الشخص اللي غيبقى النهار كله هو كيشرب الحامض لو سيترون اي هيبوتنسيف دونك غيبدا يحس بالدوخه غيبدا يحس بالعياء وغتهبط له لا طونسيون يعني عصير ديال الحامض اما تشرب في الصباح على الريق اما في الليل قبل النعاس وي واخا الا سمحت دكتوره نكملوا باقي التغذيه بالنسبه لمرضى الروماتيزم الوغ كاين بزاف ديال الزيوت العطريه مثلا كاين زيت النعناع اللي هو مسكن الالم كاين زيت الكافور اللي هو كيغدي داك السائل الزلالي زيت سكينجبير وي زيت الزنجبيل بيان سور هادو زيوت اللي ممكن الاشخاص يعني اللي هي كتحل اللي هي المسام اللي كتكون محلوله فهي كتدخل هاد الزيوت العطريه وكدير لنا واحد النوع من تسكين الالم الوغ كاين نبته الصويا صوجا اللي هي حتى هي جد مفيده بالنسبه لالم المفاصل مي لا كونتر انديكاسيون ديالها حتى هي خصنا الشخص ما يكونش كيعاني من مشكل النقرس يعني بالنسبه لفاطمه اللي تواصلت معنا بالنسبه لثلاثه ديال التساؤلات ديالها ضروري انها هي والعائله ديالها يعني يديروا استشاره طبيه ويحاولوا انهم يركزوا على هذا النوع من التغذيه وبالنسبه للسؤال الثالث ديالها هي دوات بانها كتحس بواحد واحد الشوكه في لا بلونت دو بي هذيك الشوكه حنا عندنا معروفه كنسميوها ليبين كالكالين يعني بحال واحد ليبين بحال واحد الشوكه ايفيكتيمون ان العظم كيجي ان العظم ديال لا بلون دو بي كيجي حتى ديك المنطقه اللي عليها الثقل وكيخرج لنا واحد الشوكه دونك خاصها دير اون راديو ديال لا بلون دو بي باش كتبين لينا بان واش كاينه لي بين ولا لا غتمشي عند تخصص ديال العظام 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 معنا زبيده من مراكش السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله صباح الخير بنتي الله يطول عمرك بارك الله فيك لاله مرحبا فاطمه بنيتي ونسول الدكتور الله يجزيها بخير تفضل لاله انا عندي واحد الركبه اليمنيه وي كتصدعني بزاف كتحرقني وي ولا كنت جالسه كيهدان عليا داك الحريق ولا نط ما نقدرش نزيد داكو نهائي ما خليت مشيت درت الدكتور الاول دار ليا البلايك طوى رجلين بجوج خرج ليا شي دواء تبعته مده ديال 3 شهور ولا 4 ما قدا ليش هذاك الدكتور عاود رجعت عند دكتور جراح بروفيسور جراح ديال الرقابي وي دار لي شي باري فيها ولكن هذاك الشيء هو هذاك دابا راه 15 يوم هادي باش عاود تمشيت عنده وي خرج لي هي المسكنات ديال الحريق الى هنا قاعده ما عنديش مشكل ملي كتحرك ولكن باش نوقف نزيد غير حشاك الطواليت ولا هنا ولا هنا لا عرفتي كنحس بركبتي كلها هي غادي الوغ الشريفه دار لك ليكوغرافي ولي راديو أيه. شنو قال لك شنو المشكل واش ما بقاش عندك داك السائل واش كاين تاكل الغضروف شنو المشكل بالضبط المشكل انا حيت سولته قال لك هذوك العظيمات عندك تبداو تيتكالو سي صح تاكل الغضروف وي هذا الشيء اللي قال لي بنتي وما تعرفش اش غادي ندير داكوغ لاله نجاوب راني حرت الله يجازيك بخير مرحبا لاله واخا زبيده غير سمعينا ان شاء الله بيكون خير الو بالنسبه للحاجه في مشكل تاكل الغضروف ما عندوش حل يعني هو بحكم السن بحكم الثقل بحكم الضغط الميكانيكي عليه وهي على ان دولور ميكانيك صافي دير كتحس بها حتى كتبغي تتحرك ملي كتكون جالسه ما كتحس بوالو قالت لك ملي كتبغي تنوض ديك الساعه باش كتحس بالالم هي عندها يعني الدواء ديالها هو مسكنات الالم يعني تستعمل ماده لوبيبروفين ماده نابروكسين ترد البال لان هاد المواد شويه كتاثر على المعده دونك تاخذ معها ديما ماده يعني لوميبرازول ولا ليزوميبرازول وبالنسبه لي انا خاصها التعاون بدوك الزيوت العطريه يعني مثلا سواء زيت الكافور ولا زيت الزنجبيل ولا زيت القرنفل ولا زيت المونطول الوغ نحاولوا نخلطوهم مع لافازلين لان لافازلين شويه كتنقص من الحده ديالهم وتستعملهم للدهن
وبيان سور كنوصيها باش تاخذ هذوك الادويه الطبيعيه اللي كاينين دابا دي كومبليمون اليمونتير، واحد مستخرج من لافوكا وواحد مستخرج من لا كوركومين، باش تعاون باش شويه يهدن عليها الحريق وتركز على هاد التغذيه اللي تكرر اليوم. معنا مكالمه اخرى، غادي ناخذ ام ايمان من العريش. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. منتي لاباس عليك؟ الله يبارك فيك، مرحبا. نشكركم على هذا البرنامج اللي كتقدموا لنا. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. بغيت نسقس الدكتور على الكاري ديالي تيحرقوني. وي لا لا، وكما قالت ديك التخشخش الا طويتو مثلا عندك خشخش هكذا ولا في الصلاه ولا شي حاجه. وي. ومشيت عند الطب، مشيت عند الطب العام، مشيت عند اختصاصي تيعطوني الدواء يلا تيتكلم لي الحرق واحد شويه وتيهلك لي المعده ديالي، واخا تيعطوني الدواء المعده تيتهلك لي المعده، ومنين تيتقاد هذاك الدواء تيرجع لي الحرق كما كان. يعني بغيت نشوف الله يعطيك السر، واش نشوف شي طبيب يعني من غير هاد الاختصاصيين او الطب العام او شي حاجه، واش كاين شي حاجه اخرى؟ وثانيا منين واخا تنكون واقفه مثلا ما عندي والو نحس بالعصبه درجلي لتحت بحال اللي تتلوى بوحديتي، كنبقى غادي وكنعرج غير بوحديتي. ويعني وبغيت الا كان شي حاجه كما قلتي ديال التغذيه، بغيت نسقسك الله يخليك مثلا لافوكا الا استعملتها مده شهر او شهرين مثلا هكذا يوميا. لا ماشي يوميا. ما ماشي يوميا. ايه والله يعطيك الصحه، بغيت نسمع. لا ماشي يوميا. ايوا واش ما يمكن؟ ماشي يوميا بحال هي نورمالمون عندك الحق في دوز افوكا باغ سومين. سيمانه جوج ديال جوج لافوكات. الا قدرتي مثلا كل تقسميهم على السيمانه، مثلا ربيع في النهار تقدر تاخذهم يا با دو بروبليم، ولكن ربيع في النهار في شليضه ماشي مشكل. غير على الثومه والبصله كيف قلتي. وي الثومه والبصله. ودوز قلت لك دابا هاد الاختصاصيين قالوا لي ما عندك حتى شي حاجه، زعما قلت انا ربما ديك الكارتيلاج ولا هذيك، قالوا لي ما عندك حتى شي حاجه، التهاب وصافي. ولكن دابا هذه دابا تقريبا 22 يوم خصوصا ركبه الشمال، منين كنصلي ما تنقدرش نطويها عادي، ضروري كنعوج رجلي، وانا ما تنبغيش نصلي جالسه، تنقول زعما نحرك ركبتي باش ما نخليهاش. وي عندك الحق، باسكو في الحركه وراكه. اي دكتور الله يجازيك بخير. وي انا بالنسبه لي يعني خصك تحاول تصلي وانت واقفه، لان قد ما درتي يعني، لان دوك الصلاه ديالنا راه فيها واحد المجموعه من الحركات اللي هي سبحان الله رحمه من عند الله. صافي داكشي انا تنعمد واخا ما تقدرش نطوي عادي، ولكن تنعوج شويش تنقول اللهم صلي جالسه. افكتيمون اللهم هكذا. المهم كنطويها شويش، ماشي يعني كنعوجها لجهه الشمال عاد كنهدا من كنسجد. وي بغيت نعرف زعما الله يخليك شنو زعما. داكو واخا ام ايمان. داكو الوغ بيان سور ان التغذيه اللي هضرت عليها الزيوت العطريه، الوغ نستعملوا واحد الكمادات مرات يكونوا سخونين مرات يكونوا باردين. الوغ انا كنوصي سورتو بالكمادات الباردين، صافي دير نحطوا دي كومبريس فخوات، ومن بعد منين نزولوهم نحطوا دي كومبريس كي سون شود. كاين الوغ انا بالنسبه لي كاين بزاف المشاكل في هذا المشكل في هذا الروماتيزم، سيكو ما كاينش دواء كوراتيف، يعني ما كاينش حاجه اللي كتداوي كون سوا بيان كليغ، كاينه شي حاجه بالياتيف يعني اللي غنساعدوا الشخص باش يستحمل هذاك الحريق وهذاك الالم، نقص الاعراض تخفف. يعني غنعطيو يعني الطبيب غيعطي مسكنات الالم، غيعطي لي زونتي انفلاماتوار، مي من غير وغيعطي دي فيتامين باز دافوكا وكركم، يعني من غير هادشي ما كاينش شي حاجه اخرى. باغ كونتر كاين بزاف ديال الحويجات اللي هما في الطب البديل اللي عطاو لا بروف، يعني مثلا الزيوت العطريه فهي كتدخل ضمن الطب البديل. الوغ كاين اوسي لاكوبانكتور، الوخز بالابر الصينيه اللي هو عطى واحد الاثبات يعني علمي، اللي دابا في فرنسا لاكوبانكتور كتدخل ضمن الطب، واللي هي يعني ميم لا سيكوريتي سوسيال كتغومبورسيها المريض، يعني دخلت ضمن التطبيب. يعني انا بالنسبه ليا اللي كنا غندخلوا في بالياتيف ما نتعاونوا بهاد الزيوت العطريه ونتعاونوا اوسي بلاكوبانكتور، يعني الوخز بالابر الصينيه ففريمون عطى بزاف ديال التحسن. سورتو كو مثلا الناس اللي كيكبروا في السن كتقول لهم خصكم تبداو تحركوا، تبداو ديروا لا مارش، ديروا شويه دلاكواجيم. الناس الكبارين ديالنا ما عندهمش بزاف ديك الامكانيه باش يدير لك لاكواجيم و يعني باش يتحرك، دونك اوتوماتيكمون هذيك الحركه ما كتبقاش بزاف، دونك لاكوبانكتور هنا كتلقى المكان ديالها. واخا بالنسبه لي يعني الاطعمه اللي بغينا نقول ولا المواد الغذائيه الممنوعه ولا الغير مسموح بها واللي من الاحسن يتفاداها الاشخاص اللي عندهم مرض الروماتيزم ولا الوغ، اولا لو سكر، يعني السكر الابيض. السكر البيض فيه ماده السيتوكين، يعني كيؤدي الى افراز السيتوكينات اللي هي مواد كتاثر على الالتهاب. كاين اوسي الوغ اللحوم الحمراء، كثره استهلاك اللحوم الحمراء كتفرز لنا ماده لاسيد اغاشيدونيك اللي هي ماده حتى هي كتهيج المناعه الذاتيه.
عندنا وسين ايفيتيو كثره الحليب ومشتقات الحليب، لان بروتين الحليب لا كازيين كتعطينا دي اون برو انفلاماسيون. وبيان سور كاين واحد الابحاث اللي كتقول لك تبادل الجلوتين اللي هو بروتين القمح اللي تم تغييره جينيا فهو كيدخل ضمن هاد المشاكل ديال المناعه الذاتيه، وكيقدر يدير لنا التهاب ديال المفاصل. يعني مثلا الناس اللي كيعانيو من مرض سيلياك واللي كيعانيو من انتوليرانس غلوتين، فواحد 80% عندهم التهاب المفاصل، عندهم الم في المفاصل. دونك نقصوا من السكر، نحيدوا ولا نقصوا من الحليب ومشتقاته، من لي فياند روج، نقصوا من الغلوتين فوالا، ونقصوا من الملح اوسي، لان داك الاملاح ديال الملح وديال المشروبات الغازيه اوسي فهي كترصب، هي اللي كدير مشاكل في لاشوفي، في الكعب ديال الرجل. واخيرا اي حاجه كدير النقرس فهي كدير التهاب المفاصل. يعني بيان سور الحليب، اللحوم، لي فروي دو ميغ، دونك هادو اوتوماتيكمون يعني ملي كيكون نقرس فهو كيكون مع التهاب المفاصل. بالنسبه للفاكهه ما تكلمناش عليها، مثلا بالنسبه للفواكه الجافه، الفواكه الجافه كتقوي مثلا شي حويجات عند الناس ديال المرضى الروماتيزم. الوغ لينو القرقع والكاد دو ليست، لانه هو غني بفيتامين او بسيلينيوم، ولينوا دو كاجو الوغ اوسي الكاجو، لي بيستاش، وبيان سور اللوز، مي هادو ما خصهمش يكونوا مملحين، خصهم يكونوا الطريقه البلديه ديالنا. داكور، القرقع والكاجو والبيستاش واللوز. وي الوغ بالنسبه لي انايا الفواكه الجافه ان جور سيغ دو، ولا راجل ديالهم سي 5 5 5، يعني خمسه الحبات من كل حاجه، من كل حاجه مره في كل يومين، مره في كل يومين. حتى لافوكا كيف ما ذكرتي مزيان اللي عاودتي اكدتي على اساس انه ماشي تخاد بشكل يومي، وانما مره في كل يوم، مره في جوج لافوكات باغ سومان. الا كانت غتاخذو بشكل يومي تحاول تقسم لي دوز افوكا سور لا سومان، وبيان سور ماشي على شكل عصير بالحليب. هذاك سي اما تكال يعني حبات منها صينين هكا، اما دار في الشلاضه اللي ذكرتي ما بين الثومه والبصله والافوكا. افكتيفمون واخا. ولي زونديف اوسي كان انسيستي بزاف على لي زونديف، دابا راه متوفرين في الصراحه وكيجيو في الشلاضه مزيانين. ناخذوا اخر مكالمه معنا. عتيقه من مراكش. الو عتيقه. السلام عليكم اختي. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك. الحمد لله. مرحبا. تحيه لكم الدكتوره اللي معاك. مرحبا لالا. مرحبا. الله يجزاك الخير. بغيت نسولك انا بالنسبه للام ديالي، حتى هي كتعاني من هذا الروماتيزم. وي. وعندها دابا هي واحد كتغطى باللي تغطى، تقول لك بحال ناعسه في الثلج، ما كتحسش بالسخونيه. وي. وديجا دوزات ودارت فحوصات وداك الشيء، ولكن نفس المشكل باقي، تهلكات لها غير معده بالادويه ديال الروماتيزم وما كاينه حتى شي نتيجه. داكو. واش الام ديالك عندها مشاكل في الجهاز الهضمي، مشاكل القولون، مشاكل الامساك؟ عندها القولون وعندها مشاكل في الجهاز الهضمي. داكو. مع الادويه اللي بدات كتاخذ سنوات طويله ديال الروماتيزم اثرت على المعده. داكو. واخا نجاوب. ومع العلم ان عندها هي داك طونسيو طايح، كيكون عندها دائما طونسيو طايح. وي. وعندها بروده ملي دارت الفحوص هذا الشيء، قال عندك بروده في الدم. وي لا في اس اكسيليغ. داكو. وعندها كنقلا الطبيب اللي عندك الغضروف، اللي الغضروف ديك الغضروف اللي بين الفقرات تكالك، وخاصك تجيبي العمليه للظهر، مع العلم مع السن ديالها حنا ما نصحوناش بعض الاطباء اخرين انها ديرها. شحال في العمر ديالها؟ عندها دابا 65 عام. داكو. الله يجزيك بخير. ممكن تفيدينا حتى بالنسبه للاغذيه، شنو الحين يمكن تتبع بالنسبه للاطعمه اللي ممكن تاكل باش تساعد على كي جا الحريق في المفاصل، في كاع الجسم ديالها، المفاصل في يديها رجليها. داكو. واخا شكرا. الله يجزيكم بخير دكتوره. مرحبا. شكرا. الوغ انا سولت على واش عندها مشاكل القولون ولا الامساك. علاش؟ لان امراض المفاصل كتكون اكثر حده عند الاشخاص اللي عندهم القولون والامساك، لان كيكون عندهم اضطراب في اخراج الفضلات، دونك كيطرا واحد دوك الاملاح ديال الصفراء ديال لابيل ونيفو المراره، كيطرا واحد الترسيب ديالها وكدوز في الدم. ملي كدوز في الدم فهي كتمشي وكدير ان ديبو على المفصل، دونك اوتوماتيكمون الشخص اللي كيعاني سنين طويله في مشاكل القولون ومشاكل الامساك، فداك الترسبات ديال الاملاح ديال لابيل ديال ماده الصفراء على المفصل، فهو كيدير له الم اكثر حده في المفاصل. الوغ بالنسبه لي انا، بالنسبه لهذه السيده اللي عندها مشكل ديال البروده على في اس اكسيليغ، اللي عندها تاكل الغضروف، اللي عندها مشكل القولون والامساك، فاحنا خصنا اولا نعالجوا مشكل القولون والامساك، لان الا عالجنا المشكل القولون والامساك غنقصوا من ترسيب دوك الاملاح الصفراء. ملي غنقصوا من ترسيب دوك الاملاح فهي الحده ديال الروماتيزم فهو شويه غينقص. يعني دير استشاره عند اختصاصي في امراض الجهاز الهضمي. بيان سور. وانا كنوصيها بيان سور بتناول الموز، بتناول الفلفله الحمراء والفلفله الصفراء، المونغ
الوغ المو كيقلل بزاف من التهاب المفاصل. المكسرات كيف ما قلنا، البطاطا الحلوه، البطاطا القصبيه، الوغ الصوجا كيف ما قلنا قبيله، لافوكا، الاناناس، الباباي، الوغ الاسماك، لي زانديف، الهرقمه، الوغ هادو كلهم مواد مرممه وتدهن بهذوك الزيوت اللي ذكرتي، زيوت العطريه، قرنفل ولا زنجبيل، كافور. وي انا بالنسبه لي عند تاكل الغضروف عندها 65 سنه، الوغ الى قدرنا نبعدوا على التدخل الجراحي بيكون احسن، باش ما نزيدوش يعني نمحنوها اكثر، ولكن نعاونوها كوميم. يعني مثلا كاين دابا دي سانتور، يعني كاين دابا الاحزمه لي سبيسيال، مثلا الا كان عندها تاكل غضروف في الظهر فكاين واحد الاحزمه اللي شويه كتهون. كاين اوسي بالنسبه للركبه كاين دي جنويير اللي شويه كيهونوا. وبيان سور انايا كنانسيستي على الزيوت العطريه، وكنانسيستي اوسي على لاكوبانكتور، لان في كل الناس يعني كيف ما قلت ما غنقدروش نقولوا لها خصك دير السباحه ودير لاكواجيم، مي او موان نهونوا عليها شويه. واخا شكرا لك بزاف دكتوره صابرين الشوي، طبيبه متخصصه في علاج امراض السكري، اخصائيه في التغذيه والحميه الصحيه، على كل هذه النصائح والمعلومات الطبيه اللي قدمتي لنا اليوم في موضوعنا حول مرض الروماتيزم. شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعه والاستماع للبرنامج لاله مولاتي، لكم تحيه وفاء فائز رفقتنا في الاخراج، وسميحه الشوي في استقبال مكالماتكم الهاتفيه. نتمنى لكم بقيه اوقات ممتعه جدا برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم.